تسعة. معلم لك عندي سؤال. اسأل. شوفي هلا مين بيجي قبل، النيابة ولا الرئاسة؟ لحظة حبيبي، هذا شو النيابة ولا الرئاسة؟ يعني هلا في رئاسة وفي نيابة، عم بيحكوا انه هلا صارت النيابة قبل الرئاسة. لا حبيبي، ما هي لحتى تجي النيابة لازم يكون في رئاسة. لا، ما هي النيابة بتجيب الرئاسة. لا حبيبي، هي النيابة بتجيب الرئاسة، بس بدك رئاسة تجيب نيابة لتجيب رئاسة. يعني هاي بدها تجي الرئاسة قبل النيابة؟ طبعا، ما نحن هلا الوقت الظرف تبعنا هو بدك رئاسة تجيب نيابة لترجع تجيب النيابة الرئاسة. لا، ما هي إذا النيابة بتجيب رئاسة خي خلص، ما بنمشي نيابة رئاسة بعد النيابة رئاسة نيابة رئاسة. لا حبيبي، ما بتزبط، لأنه هذه الرئاسة جاي غير هاي النيابة، والنيابة الثانية هي اللي بتخلق رئاسة. لك ما أنت عم بتقلي النيابة بتجيب لك. لحظة، عندي غير سؤال. اسأل. شوفي، هي مين قبل، الدجاجة ولا البيضة؟ هيدا سؤال.